السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار رواد اليوم، تأتيكم على الهواء مباشرة من خلال قناة رواد الفضائية، عبر عناوين الصحف الرمادية وأخبار المال والأعمال بجانب العديد من الفقرات المختلفة. أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد، واصل تقديم الفقرات المختلفة لأخبار رواد اليوم، والآن إلى فقرة أخبار وموضوعات الرواد. البداية بالعناوين. مجموعة رواد الأعمال حلول متكاملة في مجالات تخدم المجتمع بفكرين من نوع جديد، ومركز رواد الأعمال الإنتاج الفني تصميم فني وإنتاج برامج برؤية جديدة مبتكرة. مركز رواد التدريب يبدأ في وضع المحاور الخاصة بمبادرة الرائد الإعلامي للتدريب في المجال الإعلامي، وقناة رواد الفضائية تضيف برنامج لمسة جمال إلى قائمة برامجها المتنوعة. وارد للتوظيف تعلن عن وظائف في مجال الإعلامي عبر موقعها الإلكتروني. وشركة رواد الحلول المتكاملة تدرس إضافة تعديلات على نظام مواقف السيارات الذكي. شاهدنا من أبرز العناوين، دعونا نتوقف قليلا مع فاصل قصير، ننتقل بعده مباشرة إلى أخبار المال والأعمال ومعرفة حصاد أخبار مجموعة رواد الأعمال لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد. يعمل مركز رواد للتدريب على وضع المحاور التدريبية الخاصة بمبادرة الرائد الإعلامي التي تضم العديد من البرامج التدريبية الخاصة بالإنتاج الفني والتصوير والإخراج التلفزيوني والإعداد والتقديم البرامجي. وسيتم تطبيق منهجية الرواد للتدريب 5+1 في جميع البرامج التدريبية. في إطار مبادرة الرائد الإعلامي والتي أعلنت عنها مجموعة الرواد للأعمال في وقت سابق، يعمل مركز الرواد للتدريب على إكمال المحاور الخاصة بالدورات التدريبية ضمن المبادرة، والتي تشمل مجالات مثل الإعداد والتقديم التلفزيوني والتصوير والإخراج التلفزيوني والإنتاج الفني وغيرها من التخصصات الأخرى. وسيتم التركيز على الجانب العملي بشكل كبير، وذلك بالتعاون مع قناة الرواد الفضائية التي توفر استديوهات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، وهنالك العديد من الجوانب الأخرى في المبادرة التي سيعلن عنها في وقت لاحق. تدرس شركة رواد الحلول المتكاملة إضافة تعديلات على نظام مواقف السيارات الذكي الذي عمل عليه فريق العمل في وقت سابق، ويعتبر النظام إضافة حقيقية لسلسلة البرامج والأنظمة التي تقوم بتصميمها الشركة. صرح مسؤول في شركة الرواد للحلول المتكاملة والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال البرمجة وتقنية المعلومات وإيجاد الحلول المتعلقة بها للشركات والمؤسسات، ويدرس فريق العمل في الشركة إضافة تعديلات جديدة على نظام مواقف السيارات تراعي الأمن والسلامة في دخول وخروج السيارات. وأيضا تشمل الإضافات تعديلات في ربط البوابات بنظام شامل للمباني. بدأت قناة رواد الفضائية في تسجيل حلقات من برنامج لمسة جمال المتخصص بالجمال وموضوعاته عبر العديد من الفقرات التي تشمل نصائح للمرأة العربية فيما يخص الجمال ومسابقات وغيرها من الفقرات المختلفة للبرنامج الذي سيعرض قريبا على شاشة القناة. أعلنت موارد للتوظيف عن فرص وظيفية جديدة في مجال الإعلام تشمل العديد من التخصصات في المجال، ويمكن التقديم للوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني لموارد للتوظيف، وسيتم تضمين كافة الشروط الخاصة بالوظائف المعلنة في الموقع. آخر أخبارنا، يواصل برنامج هنا الرواد تقديم العديد من المواضيع المختلفة عبر حلقاته المعتادة على شاشة قناة الرواد الفضائية. يستضيف في حلقة اليوم ضيوف أعزاء للحديث عن موضوع دور الإعلام في التنمية البشرية والرسالة الإعلامية عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت الإمارات، الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية. شاهدنا من هذا الخبر نكون وصلنا لنهاية أخبار المال والأعمال، وفاصل قصير ننتقل بعد مباشرة إلى ما تبقى من أخبار رواد اليوم. حياكم الله وأهلا بكم. نواصل تقديم الفقرات المختلفة لأخبار رواد اليوم، والآن دعونا نتوقف قليلا ونقوم نظرة على أحوال الطقس ودرجات الحرارة الدنيا والعليا نسب الرطوبة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الصباح.
احوال الطقس مشاهدينا وصنخونات، وصلنا الى نهايه ابرز ما تناولناه في حلقه اليوم، واستعرضنا فيها العديد من الفقرات المختلفه. تقبلوا تحياتي عمر نور الدين وتحيا فريق العمل حتى الملتقى في حلقه جديده من اخبار رواد اليوم. يمكنكم دائما زياره rgroup.ae للحصول على المزيد حول البرنامج، كما يمكنكم متابعه البث الحي للقناه على موقع نفسه. تواصلوا معنا مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على rbctv، وشاهدوا حلقتنا على اليوتيوب عبر rbctv. وفي امان الله، والى اللقاء.